الآن عرفت وجوب التوحيد وتشوقت إليه بفضل التوحيد، قال الآن لابد نأتيك بباب تحقيق التوحيد هو الباب الثالث. لماذا؟ حتى تحقق التوحيد، تخلص التوحيد، تصفي التوحيد من ماذا؟ من الشوائب، من الشرك، من البدع، من المعاصي. الذين آمنوا ولم يلبسوا يخلطوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أراد أن تحقق التوحيد، تخلص التوحيد من الشرك والبدع والمعاصي والمنكرات. كيف نحقق التوحيد؟ أخواننا، هذا الكتاب وبلوغ المرام تحفظ تحفظ. طالب علم لا يحفظ هذه الكتب، هذا ليس بطالب علم عند الشيخ بن باز رحمه الله. تمام. الأستاذ سأل الطالب عن مسألة واحدة في الطهارة. الطالب يسأل من؟ يسأل الأستاذ عن مسألة واحدة في الطهارة. فالطالب قال: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة، بابنا المياه، المياه ثلاثة: طهور وطاهر ونجس. فالماء الطهور والماء سرد الكتاب كاملا. يقرأ من حفظ الطالب، يقرأ على من؟ على الأستاذ، على الشيخ. ثم عندما انتهى قال: يا أستاذ، خذ ما شئت ودع ما شئت. هذا العلم، هذا العلم، علمك هو الذي تراه في الظلام، أو بعبارة أخرى وإن كان فيها شيء، هو الذي يدخل معك إلى الحمام. أنا جنتي في صدري، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لازم تحفظ كتاب التوحيد، لابد، مثل ما تحفظ اسمك. بعض الطلاب، والله كان عندي طالب، أو يعني أنا اشترط الحفظ قبل الدراسة، ثم الآن الله المستعان، قلت له: لابد تحفظ. قال: احفظ ايش؟ قلت: كتاب التوحيد. قال: انا احفظ كتاب التوحيد والقول المفيد. كان الاختبار عندنا، الان اختبار في كتب مطبوعه، الاختبار في القديم كان في دفاتر. والله يكتب لي في الدفتر القول المفيد لابن عثيمين رحمه الله. قلت: اسمع، أنا المفروض أدرس عندك، صحيح، حفظ، لابد من الحفظ، احفظ. وكل حافظ الإمام إذا كان يعمل بعلم، نعم. فلو سألك سائل كيف حقق التوحيد، تقرأ عليه باب تحقيق التوحيد. قال: من أدل على وجوب التوحيد، تقرأ عليه الباب الأول. من أدل على فضل التوحيد، تقرأ عليه الباب الثاني. كيف أخاف من الشرك، الباب الثالث. قال: أول ما يدعى عليه الصلاة، تقرأ عليه الباب الخامس، الدعاء لشهادة أن لا إله إلا الله بالحب. طلب من الشيخ، قال: الآن تخطب. لابد يكون عند الطالب خطبة طوارئ، خطبة طوارئ، هذه لا تخرج إلا إذا يعني بلغت الحلقوم كما يقال. فقالوا: قم اخطب الان. قل: بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. كتاب التوحيد وقول الله تعالى. وما والله صنع مسابقه في الجامعه الاسلاميه قبل سنوات، وخرج احد الطلاب من المغرب العربي، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. اعطوه جائزه، اول جائزه، ماذا يقرا؟ وسطيه، خطب مرتبه جائزه، مفهوم؟ لا تتعب ولا شيء. إذا كيف نحقق التوحيد عند محمد بن عبد الوهاب رحمه الله؟ بقراءة الباب. تحقيق التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والجوارح، قول، عمل، اعتقاد، لابد. كيف نحقق التوحيد؟ بقراءة الباب، بالقول والعمل والاعتقاد،
بالاقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، الاقتداء بسادات الأولياء والذين هم برب لا يشركون، صحيح، وترك الكي والرقية والتطير للصدق، الاعتماد على الله مع الثقة به والأخذ بالأسباب المشروع. هذا باختصار تحقيق التوحيد، تخليص التوحيد من الشرك والبدع والمعاصي. أي باب من هنا الآن من هذا الباب إلى نهاية الكتاب تحقيق للتوحيد. فمن تحقيق التوحيد الخوف من ذل، من تحقيق التوحيد الدعاء لشهادة أن لا إله إلا الله، من تحقيق التوحيد ترك التصاوير والتماثيل وقول ما شاء الله وشئت، كل هذا تحقيق التوحيد إلى نهاية الكتاب، مفهوم؟